شيله إهداء إلى بشائر وشهد. أهدي قطوف الشعر والفن والدان للي لهم في داخلي قدر عالي، يوم التخرج أرسم أبيات والحان تشرح لهم في فرحهم كيف حالي. أهدي قطوف الشعر والفن والدان للي لهم في داخلي قدر عالي، يوم التخرج أرسل أبيات والحان تشرح لهم في فرحهم كيف حالي. بشائر البشرى بها طول الأزمان تملى فؤادي سعدي يرتاح بالي. هي للكرم والجود الحقوق محفوظة، أفراح العروسين لطلب دون حقوق يرجى الإتصال على جوال 0-5-3-3-4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 -4-3-4-4-3-4-4-4-3-4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 -
الصعب قالت ما نخافك مجالي هيب العزم والجهد في كل ميدان تضرب لكل الناس أروع مثالي شهدت تفرق التغاني والإيمان بهدافها تشمخ شموخ الجبال الحقوق محفوظة أفراح العروسي لطلب دوله يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-4-8-0-2-1 للاتصال من خارج المملكة 06-0-5-3-3-4-8-0-2-1 الله يحفظكم لنا طول الزمان يا نور نقهر به سواد الليالي وتكون فرحتكم لنا دوم عنوان وتحوطنا من يمين وشمالي أهدي قطوف الشعر والفن والدان للي لهم في داخلي قدر عالي يوم التخرج أرسل أبيات والحان الحقوق محفوظة تشرح لهم أفراح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-4-8-0-2-1 إن الجميع اليوم فالحفل سالي من الجامعة متخرجة دون نقصان في جهدها المشهود أول وتالي بالعلم يرقى كل واحد ويزدان يا صلب قدره فوق حد الخيالي وشهد للقمة اعتلت دون حسبان للصعب قالت ما نخافك مجالي في بالعزم والجهد في كل ميدان أفراح العروسي لطلب دوله يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-4-8-0-2-1 جاها يبارك كل من كان غالي احمد ابوهم والنعم خير انسان دايم يشجعهم لنيل المعالي الله يحفظكم لنا طول الزمان يا نور نقهر به سواد الحقوق محفوظة أفراح العروسي لطلب دون حقوق يرجى الاتصال على جوال 05-3-3-3-4-8-0-2-1 للاتصال من خارج المملكة 00-966-5-3-3-3-4-8-0-2-1